أنا مطرودة من الإقامة، هي شهادة التجديد تاعي مطرودة من الإقامة لاخاطش درنا احتجاج باش خو المديرة ما يدخلش لاسيتي، قالت لنا يا خويا يدخل يا تما اللي تهضر لي على خويا نطردها برا، أنا في سيمانتين كيما هاكا ما راناش نباتو هنايا نباتو برا في المراقد وما عندناش دراهم. جابتها مورانا دارت لنا طرد هنا باش تدير الإقامة باش تدير طرد الطالب، كاين قانون داخلي وكاين شحال من مرحلة يفوت بها، كاين يمدوا الأول كي يدير الطالب كان شي حاجة خاطئة يديروا له إنذار بصح ما يطردوش في الإقامة. حنا راها في سيمانتين راها طردتنا من الإقامة، كل يوم حتى 10 تاع الليل هنا نحلوا في ليزاجون نحلوا فيها باش تخلينا ندخل، قالت لك ممنوع. مديرة الخدمات الجامعية دخلت في شحال من مرة وجات دخل الطالبات، من مورا اللي تروح المديرة الخدمات تعاود تخرجهم، وين وصلوا خرجوهم في الليل طردوهم في الليل يقعدوا هنايا حتى العشرة تاع الليل، وما كانش اللي بغى يدخلهم، عطات امر الاعوان الامن باللي ما تدخلوهمش. قناة النهار بغينا نسجلوا معك على جال الطالبات المطرودات. شوف انا نورمالمون اللي دايره مع لا ديسكاني بغينا عيد نخسر الصحه تاعي في غدوة ولا في الغد، أنا غادي نتركوكم ندير معكم اللقاء. بصح مدام هذه حالة مستعجلة، البنات راهم يباتوا برا، ماشي قضية اللي نقارعوا لك غدوة ولا غير غدوة. البنات راهم يباتوا برا. واه. أها. واه باسكو الوضع الصحي تاعي في الوقت الحالي ما يسمحش.